بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن نشأة الليل. وجد العلماء في دراسة أجريت في جامعة دورتموند التقنية أن الدماغ يعمل بكفاءة أعلى أثناء الظلام، خاصة في الليل. وبينت التجربة أن الإنسان عندما يجلس في جو مظلم وهادئ بعيدا عن الأضواء المؤثرة الخارجية يكون دماغه في حالة نشاط أكبر، ويساعده الظلام أثناء الليل على الإبداع والتفكر العميق والتدبر. من هنا ربما نجد إشارة قرآنية رائعة لأهمية الليل في التفكير والعبادة والخشوع والفهم أيضا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، سورة المزمل آية 6. صراحة ما نقول سبحان الله، والله أعلم.